السؤال الموالي يتعلق بالطريقة المعتمدة من قبل الوزارة في مراجعة أكرية الأحباس لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل السيد نائب. مشكورا. تفضل سيد. شكرا سيد رئيسة. سيد وزير محترم، عن المساطر المتبعة في مراجعة الوجيبة الكرائية بالنسبة لأملاك الأحباس نسائلكم. شكرا سيد الوزير. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. تنمية الوقف تتم حسب القواعد المنصوص عليها في المادة 61 من مدونات الأوقاف، ويعني المراسم التطبيقية لها، القرار التطبيقية. مراجعة الأكرية تتم حسب المادة 94، وانتم رجل القانون، فيما يتعلق بالأملاك غير الفلاحية وكراؤها بعقد مدته 3 سنوات. تجدد شريطة زيادة 10% يعني كل بعد مضي المدة. والمادة 98 تنص على أن كراء الأراضي الفلاحية لمدة 6 سنوات يشترط أيضا أن يتجدد بزيادة 20%، ويحرص على أن تتلى هذه الضوابط قبل انطلاق كل سمسارة، مع تضمين العقود بشرط تعديل السومة الكرائية واعتماد معايير لتطبيق الزيادة، على أن الوزارة تراعي حالات معينة فيما يتعلق بالعقارات السكنية، حالة الأرامل، حالة المعسرين، حالة المكترين، المحلات التي تحتاج إلى إصلاح كبير، إلى غير ذلك. فهذا ندخل كل في قوة يعني معايير إنسانية، ولكن نحرص على صيانة الوقف ومردوديته. شكرا. شكرا سيد. تعقيب سيد نائب. شكرا سيد وزير، شكرا على جوابكم الدقيق. نحن لا نشك ولا يختلف اثنان في القول على أنكم تبذلون مجهودات كبيرة فيما يتعلق القطاع الذي تصرفون عليه، سواء بالنسبة لتدبير الحق الديني أو بالنسبة للأوقاف أو بالنسبة حتى لموسم الحج. الغاية من سؤال سيد وزير المحترم هو أنه ربما بعض يعني الأحياء التابعة للأوقاف تفاجأ برفع السومة الكرائية، خاصة أن هاد الأشخاص تيتعودوا واحد النوع من العيش، واحد النمط من العيش. احنا سيد وزير جوابكم هو دقيق ومفصل، بغيناكم على الأقل قبل اللجوء إلى المراجعة تلجؤوا إلى المسطرة الحدية، ربما مسطرة حدية غطرأوا فيها هذا الشيء اللي قلته، يعني الوضعية الاجتماعية، خاصة لا أتحدث عن الأراضي وإنما عن الأماكن سكنية تراعى فيها عدد أفراد العائلة الداخل إلى غير ذلك، ونفس المعيار ربما يطبق حتى بالنسبة للأماكن المعدة للاستعمال المعني أو الحرفي. شكرا سيد وزير. شكرا سيد نائب. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي. بعض التواني سيد الوزير. محترم، لا تلجأ الوزارة إلى المسطرة القضائية إلا عندما نستنفد يعني إمكانيات التعامل الحبي، ولكن يقارنوا الناس ما بين الكرال اللي ديال واحد الشخص عادي وما بين الكرال ما بين واحد الملك اللي ديال الأوقاف. راه حنا كنتسالوا كثير وراه الأوقاف من هذه الناحية ضايعة، عدد الناس قلنا لهم أجي شريوا عندنا غير بثمن، انتم كاريين ب5 دراهم شريوا عندنا ب8 سنين، قال لك لا انتم صرفوا عليه يعني راه حنا راه الاوقاف ضايعه في هذا الباب، وما كنلجؤوا ابدا لاي عنف ولا اي شيء اذا كان ممكن نوصلوا بطريقه الحبيه. شكرا. شكرا سيد الوزير.